بسم الله الرحمن الرحيم، أهل مصر وناسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامج مصر وناسها. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المراحل العمرية للشباب، مشاكلها، وهنطرح حلول طبعا لمشاكل الشباب. لما أجي أتكلم عن الشباب، ما احنا كلنا وإحنا صغيرين مرينا طبعا بمراحل الشباب المختلفة من وإحنا أطفال، بس أيامنا بتختلف عن أيام الشباب اليومين دول. بمعنى إيه؟ وإحنا صغيرين كانت التربية الدينية جزء لا يتجزأ من حياتنا أو من التعليم. القرآن الكريم كان مادة أساسية، الحديث النبوية، الأخلاقيات كنا لازم نتعلمها في المدرسة. وإحنا صغيرين ما كانش في فرق ما بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية، كلنا غني وفقير كنا بنتعلم في مدرسة واحدة. وإحنا صغيرين كان أهالينا هم اللي بيختاروا لنا أصحابنا، ما كناش إحنا اللي بنفرضهم على أهالينا. كبرنا وتعلمنا، مرينا طبعا كلنا بمراحل اكتئاب، ومرينا بمراحل الشباب المختلفة. ما كانش في حد فينا يقدر يعلي صوته على حد من والديه أو أحد والديه، ما كانش في حد فينا يقدر يفرض حاجة على أبويه. كانت وسائل الترفيه عموما ما كانتش متوفرة لينا زي دلوقتي، يعني احنا كنا بنتفرج على الكمبيوتر. كان أقصى حلم لينا إن احنا ممكن نروح ناخد كورس ونتعلم نشتغل عليه. الموبايلات ما كناش بنشوفها غير مع الأكبر مننا سنين، كان فرق في العمر كتير. كل وسائل الترفيه ما كانتش متوفرة لينا، ولكن ما طلعناش معقدين، ما طلعناش مكتئبين، ما طلعناش منافسين. اتربينا على ما أعتقد تربية سوية، ما كانش في نفوسنا حاجة لأي حد كان يتخانق معانا. لما كنا بنروح نتصالح كنا خلاص كل اللي جوه قلوبنا ده بيتصفي، غير دلوقتي خالص. الشباب دلوقتي كل وسائل الترفيه والتكنولوجيا موجودة ومتوفرة لهم، مع ذلك بيمروا بمراحل اكتئاب، وهنجد كتير عندهم أمراض نفسية. التقليد، المراحل كانت مختلفة، بمعنى إن أنا وأنا صغيرة لما كنت أحب أثقف من نفسي كنت أجيب المجلات، الجرايد والصحف، كنت بثقف نفسي منها. كلنا كنا بنعمل كده. دلوقتي السوشيال ميديا هم اللي بيستعملوه بيثقفوا نفسهم عن طريقه. طب يا ترى كل المعلومات اللي بياخدوها عن طريق السوشيال ميديا معلومات صحيحة؟ هي دي الثقافة اللي المفروض يتعلموها؟ كل ده هنتكلم عليه. هنعرف هل الشباب احنا مقصرين في حقهم ولا هم اللي مقصرين في حق نفسهم. في حلقتنا النهاردة ان شاء الله مع سيادة النائب المستشار، سوري، مع سيادة المستشار محمد مجدي صالح القيادة بحزب الحرية المصري. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا، نورتنا النهاردة. ومعانا النائب حسين ابراهيم انعام. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. القناه بتاعتكم منوره بجمالها. طيب انا قلت ان الشباب في العصر اللي احنا فيه ده بيختلفوا تماما عن وقتنا في كل حاجه، في الثقافه، في التربيه، في حاجات كتير جدا. لما اجي اتكلم عن الطفوله، مرحله الطفوله، احنا بننشأ اطفالنا بطريقه صحيحه ولا في تقصير مننا ولا في تقصير من الدوله ولا في تقصير من الصح مثلا، ولا لا هي دي المفروض الطريقه اللي هم ينشأوا عليها؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب التقصير من الاسره، مننا احنا، ليس من الدوله. الدوله في حاجات هجيبها لك من الدوله، هجيبها لك لسه شويه جايه. النهارده الاسره الاب والام شغالين وبيدوا كل وقتهم لشغلهم. طيب انا نيجي النهارده عايز ندخل البيت مش لاقي لا ام ولا ابو، طيب هنعمل ايه؟ هطلع مع اصحابي. المفروض الاسره تختار الصاحب الصح، الصديق الصح، اللي شوف ابنها بيروح مع مين، بيخرج مع مين، ابنها بنتها ايا كان، شوف بيخرج مع مين. النهارده احنا عندنا تقصير جامد في الابناء. انا النهارده لما اربي ابني ومن هو صغير على اقول له صلي واعمل يعني ونعلمه الدين الصحيح. النهارده احنا المفروض على الازهر الشريف، على المساجد الخطب عن الشباب، الكنيسه تتكلم عن الشباب، الازهر يتكلم عن الشباب، كل واحد يتكلم عن الشباب. توعيه دينيه، عايزين توعيه دينيه للشباب. النهارده الشباب طبعا بينتحر. ما احنا لماذا الشباب بينتحر؟ عن دور كل المؤسسات الدوله، سواء الازهر، الدوله، الاحزاب، في التعامل مع الشباب. نعم. لكن انا بتكلم عن مرحله الطفوله، في تقصير في التربيه في النشء ولا نعم. لا هي نعم. دي الطريقه الصحيحه نعم. المفروض نربي بيها اطفالنا؟ اوضح لحضرتك حاجه. بالنسبه لحضرتك لموضوع التربيه، هو في قصور،
في قصور من جهة الأسرة، في قصور من جهة الدولة، في قصور من المجتمع المدني، في قصور من الأحزاب، في قصور من الأزهر، في قصور من جميع الأجهزة المعنية في الدولة بالدور المناط بيها. لأن أنا ما أقدرش دلوقتي أقول إن الطفل اللي طالع بداية من الصغر، هو دون اللي بيعلم مع البني آدم. إحنا حضرتك لما بنشوف الجيل ده، أكثر حظا من الأجيال السابقة بجميع المعايير وبجميع المقاييس، الجيل ده أكثر حظا، لكن تطلعات هذا الجيل أعلى بكتير جدا من الأجيال السابقة. بمعنى إيه تطلعات؟ هقول لحضرتك حاجة، المستوى الاجتماعي في مصر اختلف. تطلعات مادية ولا تطلعات؟ التطلعات ككل، ككل. النهاردة سوق العمل لو حد طلب وظيفة تمام وجي قال لك أنا هديك 2000 جنيه في الشهر، ممكن الشخص يمشي يرفض هذا العمل. عايز 5000. لا ما انا هتكلم على المرحله دي بقى استاذ محمد، بس انا بتكلم عموما دلوقتي في مرحله الطفوله. بدايه النشأة. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اخشوشنوا فان النعمه لا تدوم. لو البني لو الاسره علمت ابنها بان كل طلباته ليست مجابه، وان يكون في شيء متاح وشيء غير متاح، بالتالي هيكون في قدره على التحمل، قدره على التعامل مع المواقف الصعبه. لكن دلوقتي للاسف حضرتك بتتكلمي عن الاكتئاب، انا لما اطلع مدلل كل طلباتي مجابه، بالتالي بمجرد اول ازمه ممكن تقابلني هكتئب، لان طيب ما عنديش قدره على التعامل مع الحياه. طيب برضه معلش يا محمد، انا بس كان عندي تعليق. احنا زماننا غير زمانهم، بمعنى انا كان الفصل بتاعي ما يتعداش مثلا 20 طالب في الفصل، دلوقتي معلش مئات الطلاب في فصل واحد، يعني بيعدي ال 100 وكسور. في كثافه لا في كثافه، في كثافه في كثافه. طيب في تعليم الطالب في الكثافه دي فعلا بيفهم؟ انا هستاذن حضرتك، من 40 سنه تمام، وهي كثافه الفصول بتتجاوز ال 80 فرد. انا ما عنديش 40 سنه يا استاذ محمد، ومع ذلك كان فصلي ما يتعداش ال 25 طالب. لا يا فندم، اكيد مش في القاهره الكبرى، داخل القاهره الكبرى. الكثافه العدديه للفصول، والكلام دون لو حضرتك يعني حاجات قديمه يمكن سياده النائب يكون على علم بيها، ان مصر في ازمه زلزال 92 طبعا. كانت اصبحت المدارس بتدار بنظام الفترتين كلها، لان حصل انهيار لمدارس كتير، لكن كان في تجاوب من الشعب. الشعب كان قادر انه يتحمل في الحروب يا فندم، كان الشعب قادر انه هو يقف ايد واحده ويتحمل ويواجه اي صعوبات. ليه برضه وزاره التربيه والتعليم في تقصير؟ ما خليتش ماده التربيه الدينيه ماده اساسيه؟ احنا كنا بناخد التربيه الدينيه ماده اساسيه في المدارس. انا في سقوط ونجوح كان ثانويه عامه، كنا بناخد كده. انا نعرف طلبه كتير سقطت في الدين في ثانويه عامه. هو الى الان في رسوب، في رسوب في ماده التربيه الدينيه. لا يا فندم، مش بتضاف للمجموعه. النهارده بتتلغت. ايوه مش بتضاف للمجموعه، النهارده اتلغت خالص التربيه الدينيه، مفيش تربيه دينيه. هو اللي احنا بنطالب بيه، اولا اضافه مادتين كمواد التربيه القوميه والتربيه الدينيه تضاف للمجموعه، التربيه الوطنيه والتربيه الدينيه. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان مضرب المثل في الوطنيه، حين هاجر من مكه الى المدينه تمام، قال لك لولا اهلك اخرجوني منك ما خرجت منك ابدا. فالموضوع الدين مربوط بالوطن. طيب لما نيجي نتكلم عن باقي التقصير للنشء، حضرتك شايف ان الدوله مقصره في النشء، في التعامل مع النشء؟ النهارده معانا الواسطه والمحسوبيه. انا النهارده لما نشوف ابني طالع من الاوائل ويتاخد واحد اقل منه، نفسيته بتتعب. حصل مع ابني، انا عندي ابني محمد دفعه 2016 النيابه عامه، وكان في لجنه سباعيه، وكان في اللجنه السباعيه طلع واحد من اللجنه السباعيه يقول مين تبع محمد بيه حافظ قدام ابني في جامعه القاهره دفعه 2016. الكلام ده وصل للرئيس. الرئيس النهارده الرئيس ما بيسيبش حاجه للصدفه، لا، كل حاجه عنده علم بيها، مين اللي بيسرق، مين اللي بينهب بتاع، بس وللصبر حدود مع الرجل ده. الرئيس اذكى رئيس على العالم، بيعمل حاجات، شايف كل اللي حواليه، شايف مين ده ومين ده ومين ده. النهارده دفعه 2015 طلعها، عارفها فين رايحه وفين جايه ومين فيها. دفعه 2016 قدام منه حاليا، هيعرف مين فيها وفين الواسطه والمحسوبيه. النهارده محمد ابني لما جه من اللجنه السباعيه بيقول لي يا بابا حصل واحد اتنين تلاته، انت هتبكي على مصر طول عمرك ليه؟ بالنسبه للي حصل. النهارده الشاب لما يجيب تقدير جيد جدا وانا ناخد واحد في النيابه جيد، لا النهارده ابني هيتعب نفسيا. النهارده انا كل الناس تتصل بيا، صوره محمد ابني اهي، طبعا مش ناقص حاجه. عايزين نعرضها على لا ممكن حضرتك تعدلها؟ اتفضلي يا فندم. عرضيها على هم بيعرضوها حضرتك. اه يا فندم هم بيجيبوا الكاميرا وحضرتك. اه تمام.
فما ناقصهوش حاجه. ده لما ما يتخذش في نيابه عامه، في النيابه عامه، ويتخذ الاقل منه ابن مستشار او ابن وزير او ابن رئيس. طيب حضرتك مثلا بتقول هنعمل في ايه؟ تقصير هيعمل ايه ده؟ طيب. او انا هنعمل ايه؟ انا اللي عملته لمصر ما يتعملش. انا اللي عملته لمصر يا فندم، اولا انجازات الرئيس. عاوز الكاميرا بس تجيبها، انجازات الرئيس. ثانيا افتتاح قناه السويس. حاجة انا كنت فيها افتتاح قناه السويس. نعم؟ دي مش فاهمه دي اتعملت ليه؟ دي اتعملت انجازات الرئيس للشعب المصري، وزعناها على الشعب المصري العظيم. شوفوا ثقوا في رئيسكم، شوفوا الرئيس اللي عمله في انجازات من 4 سنوات. المناسبه يعني المناسبه على اساس الناس الشباب يحب مصر ويثق في رئيسه. تمام. النهارده احنا عندنا اكبر دوله بتطلع اكبر، احنا عندنا اشاعات كتير، هو نوع من انواع التوعيه للشباب، التوعية للشعب. النهارده انا وزعت ورق في مجلس الشعب. بس انا ليا بس اعتراض صغير كده على حكايه حضرتك. النهارده في ان حضرتك عملت حاجات كتير لمصر. مصر مهما عملنا لها مش هنوفي حقها. يعني النهارده في مجلس الشعب يا استاذ هنا مش هيكون. النهارده في مجلس الشعب انا وزعت لهم ورق امي الحبيبه. تمام التفوا حول القياده الحكيمه اللي هو عبد الفتاح السيسي. حضرتك في كده تقصير وما فيش. النهارده عايزين احنا ايه؟ النهارده الرئيس بيقول ايه؟ ما فيش معامله عادله للشباب. وفي بتقول حضرتك ان المجتمع كده بيميز ما بين نعم. بالواسطه ما بين الغني برضه والفقير. ده كلام حضرتك. لا النهارده انا من المركز بتاعي دخلوا 26 واحد شرطه، ومن المراكز الثانيه كم واحد دخل منها شرطه؟ لما مركز واحد يدخل منه مركز ابطشت محافظة قنا 26 شاب يدخلوا شرطة. طب سيبنا ايه للمراكز التانية؟ عاوزين نراضي كل الناس. طب احنا الرئيس النهاردة انا بقول للشباب حبوا رئيسكم، الرئيس بيحب الشباب معنا جدا. معانا مين يا راني؟ جدا جدا. معانا مداخلة بعد اذنك. اتفضل. ايوه. معانا ام عمر والدة الطالب عمر، اتفضلي ام عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هنيه؟ ربنا يخليكي حبيبتي، الحمد لله. اتفضلي. احنا عندنا حضرتك، احنا عندنا مدرسه الايمان اكتوبر. حضرتك فيها مشاكل كتير جدا، واحنا يعني عملنا شكوى وشلنا المدير اللي كان موجود في المدرسه تمام. وبعد كده عرفنا ان هو راح مدير في مدرسه ثانيه. تمام. ايه المشاكل يا فندم اللي حضرتك قدمتوها؟ كان حضرتك بيستغل يعني نفسه ان هو بدروس خصوصيه طبعا. دي حاجه، غير ان هو ضرب الاولاد في المدرسه. حاجات من دي يعني، وفي غير ما فيش شرح في المدرسه، في كثافه في الفصول. الحاجات دي كلها كانت بتفرق مع الولاد طبعا. بيستغل المدرسه ازاي؟ ممكن افهم؟ يعني مع يعني مثلا ما دروس مثلا جوه المدرسه. تمام. في دروس في اسعار، يعني في مثلا ب 40 جنيه وفي ب 80 جنيه. دي المجاميع اللي ب 40 واللي ب 80 دي تعتبر درس، صح كده يا فندم؟ اه بالظبط كده. تمام. ايوه بالظبط، وكنا بناخدها جوه المدرسه. الاثنين كانوا جوه المدرسه. اه تمام. ب 40 جنيه كمان، دي كانت بتلغي، ما كانتش موجوده تقريبا يعني. تمام. في حاجه ثانيه برضو باذن الله يا محمد هنقدر ندرس الخصوصيه. عندنا كثافه الفصول رهيبه. زائد كمان احنا مثلا دلوقتي، احنا معلش احنا غيرنا المدير دي، بس في مشكله دلوقتي في المدرسه كمان بقى لها فتره. ان دلوقتي من ساعه ما المدير الجديد جه، هو راجل كويس ومحترم وكل حاجه، بس دلوقتي المدرسين انا ما اعرفش ناس المدرسين ولا في المدير الله اعلم. حضرتك تبع الاداره التعليميه لمدينه 6 اكتوبر صح كده؟ حضرتك رحت الاداره التعليميه اشتكيت هناك؟ احنا اشتكينا طبعا وغيرنا المدير زي ما قلت لحضرتك. تمام. يعني رحتوا للدكتوره نجوى، طب رحتوا للمديريه يا فندم؟ رحنا مديريه الجيزه للدكتور خالد حجازي. تمام. اتكلمنا برضه في الموضوع وكده، هم راحوا شالوا لكم المدير، خلوه مدير لمدرسه ثانيه. يعني حضراتكم انتوا شلتوا المدير من مدرسه بجيزه، فرايحين يودوه مدير لمدرسه ثانيه. تمام. اشكرك يا ام عمر على اتصالك يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم لمداخله حضرتك. ده اللي بنتكلم فيه، ان في تقصير في التعليم المصري. يعني حضرتك ادي حاله بس ممكن بس اديني بعد اذن حضرتك كده اعرف اتكلم. بس دلوقتي هم ده تقصير من قصور في التربيه والتعليم عندنا. هم راحوا قدموا شكوى في المدير، فالمدير بدل ما يتجازى ويبقى مدرس لمدرسه ثانيه، لا ده رايحين يا فندم يخلوه مدير لمدرسه ثانيه. انا هقول لحضرتك حاجه. اولا القصور في بعد اذن حضرتك لو ينفع حد من اللي في القناه يعمل لنا مداخله مع دكتوره نجوى او دكتور خالد حجازي بعد اذنكم. ماشي اتفضل. القصور يا فندم ان انا دلوقتي مش عشان واحد اخطا ان انا هنقله من مدرسه لمدرسه، لان انا معنى كده ان انا بجازي المدرسه الثانيه. المدرسه المنقول اليها المدير او المدرس الذي اخطا في مدرسه اخرى، هذا الكلام لا يليق. المفترض ان التربيه والتعليم متى ثبت من خلال تحقيقات رسميه ان الشخص ده مقصر او ان الشخص ده قام بفعل يستوجب معاه النقل او العقاب،
بالتالي لا يمكن ان هو يمارس وظيفته بصورة تانية في مدرسة تانية، وإلا ده يبقى خلل في المنظومة ككل. تمام. سيادتك احنا بنقول ايه؟ اتفضل. بنقول ايه؟ الرئيس بيقول ايه؟ الفساد ليس مجرد الرشوة. الرئيس بيقول كده، الفساد ليس مجرد، وإنما الفساد، التقاعس في العمل فساد، إهدار مصالح المواطنين فساد. التقصير في حق المواطن فساد، السلبية والإهمال فساد. ده كله فساد، مش فساد إن نديك فلوس فساد، لا. تمام. احنا دلوقتي واحد مقصر في عمله، نروح نوديه ونرقيه ونوديه مكان تاني؟ ما ينفعش. طيب ما ينفعش عندنا. انا لما اتكلم على الاصلاح في التربيه والتعليم، ايه اللي ممكن اعمله علشان انهض بمنظومه التعليم في مصر؟ الاصلاح في التربيه والتعليم لازم يبدا من الصغر، من البدايات. لازم يكون انا حابب ان يكون وزير التربيه والتعليم من داخل منظومه التربيه والتعليم. لازم وزير التربيه والتعليم يكون مسك تباشيره ووقف شرح للطلبه على السبوره. لازم يكون عنده دراية كاملة بجميع المخالفات وجميع العوائق. يعني حضرتك برضو كنت بتقول ان المفروض ان التربوي المقصر في عمله لا ما يبقاش، ما ينفعش ما يبقاش تربوي. والمفروض الجزء مش هخليه مدير، يحتك بالطالب لان هو سبيله لافساد الطالب. بالظبط كده. انا عايزه اوصل بس للمعلومه دي، ان احيانا المدرسين هم اللي بيفسدوا الطلبه، مش ان احنا اولادنا اللي بيبقوا اصلا طالعين كده. تمام. انا معايا بعد اذن حضرتك مداخله ثانيه. اتفضل والد الطالب احمد جمال من المنصوره. اتفضل يا ابو احمد. لازم القضاء على الخصوصيه. طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم، سامع حضرتك. احمد ابني في سنه 6 ابتدائي. ايوه. بقاله 6 شهور الوقت قاعد في البيت، ما بيروحش مدرسه. وطبعا ده كله بسبب ان الوتر بتاع رجله كان واقع عليه، اتكسر. الف سلامه. حضرتك رحت كشفت عليه، عملت اشاعه مقطعيه وحولوني على المركز العظام في المنصوره. اقسم لك بالله بقالي 6 شهور اروح يقولوا لي يوم السبت او يوم الاحد، لحد الوقت وابني قاعد في البيت. يصعب الكافر والله. ألف سلامة عليه يا فندم. طيب طلب حضرتك إيه؟ هما هناك دكتور اسمه أحمد نعمان يقول لي تدفع 500 جنيه 300 3000 ونص هنجيب مادة من مصر و1000 ونص عشان العملية. فسيادتك قلت له ما معيش المبلغ ده، أنا لو معايا المبلغ ده كنت عملتها له بره. قال لي خلاص انتظر بقى ما أبقى أتصل عليك. سيادتك الوقت بقى له 6 شهور لا حد اتصل علي ولا حد يكلمني. فأنا عايز أي حد دلوقتي يشوف مشكلتي دي حلها لي، عشان ابني دي والله قاعد في البيت وما عنديش الا هو. طيب يا فندم احنا نتمنى يعني ان يكون في حد من المنصوره سمعنا ويتصل بينا يشوف مشكله حضرتك، واشكرك على اتصالك يا فندم. نقول طيب ما احنا عندنا قصور كتيره هو في التربيه والتعليم، يعني المفروض طالب زي ده المفروض يتعلم او يتعالج على حساب التامين بتاع التربيه والتعليم. يا فندم احنا عندنا تامين الصحي والرئيس مطلع تامين صحي للطفل. أيوة الصغير. ايوه فين يا فندم؟ فين الطفل الصغير؟ موجود، موجود. ولكن فين؟ عندنا احنا دلوقتي فعلا في تقصير عندنا في القصر العيني. يتقوا الله في شعب مصر، يتقوا الله في الغلبان في القصر العيني. مين اللي النهارده اللي عنده؟ انا نفس المسؤولين هم اللي يتقوا الله. نعم ايوه المسؤولين اللي هم يعني يتقوا الله. الرئيس هيعمل ايه؟ يعمل ايه الرئيس ولا ايه؟ محسوب على منظومه التربيه والتعليم مش عارف يتعالج. انا هوضح لحضرتك حاجه، موضوع التامين الصحي كمنظومه متكامله موجود، لكن تفعيله على الارض هو اللي مش موجود. في مناطق كتير جدا داخل محافظات مصر ما فيهاش اصلا مستشفيات تسمح بنقل الطلاب فيها كمان صحي. اولا يا استاذه هنا انا عاوز اقول حاجه واحده. اولا احنا عاوزين ننشا بالتعليم الصح، نقضي على الدروس الخصوصيه، وانا عامل الموضوع ده. لا الدروس الخصوصيه دي لها موضوع تاني، بس انا معايا مداخله تاني. احنا المدرس بينط من السور قبل الطالب عشان ينتظره في السنتر يديله درس، ما يدوش ما ياخدش درس خصوصي. النهارده الطالب المدرس ما بيشرحلهوش ليه؟ معانا مين؟ لكن احنا النهارده كتاب المدرسه ما بنفتحهوش. معانا مين يا استاذه رانيا؟ طيب معانا استاذ محمد عسل. اتفضل يا استاذ محمد. طيب الخط فصل، يا ريت حضرتك ترجع تتصل بينا تاني مره تانيه. طيب يا فندم كنا بنتكلم عن قصور في منظومه التربيه والتعليم. التربيه والتعليم من ايه؟ الدروس الخصوصيه. التامين الصحي فيه قصور. فيه قصور. قلنا التعليم فيه قصور. فيه قصور. طيب نعم ما نقولش ما فيش قصور، ولكن ازاي؟ انا عايز اعرف اعالجها ازاي؟ نعالجها. انا عندي قصور في كل حاجه في التربيه والتعليم، اعالجها ازاي؟ اولا نعالج التربيه والتعليم، نعالجها بحاجه واحده، ان الدروس الخصوصيه. المدرس النهارده هنعمل ايه؟ هنفعل المدرس، هندي للمدرس مثلا على اقصى راتب 6000 جنيه للمدرس عشان ما يدوش دروس خصوصيه. ما النهارده ال 2000 جنيه و3000 مش هيعملوا حاجه للمدرس. سأوضح لحضرتك حاجه، المدرس اللي حضرتك عايز تديله 6000 هو بيتربح من الدروس الخصوصيه. لا احنا ال 20 ما كنتوا يا ست المستشار. 6000 جنيه مش اسمعني بقى خليه. اسمعني ست المستشار اسمعني للاخر. النهارده لما المدرس ياخد 6000 جنيه اذا هيفعل قانون
طيب المدرس بيدي دروس خصوصيه، سجن 3 سنوات وعزل من وظيفته، سجن 3 سنوات. النهارده عاوز ننشا في كل مدرسه مكتب مراقبه للمدرسه. كتاب المدرسه النهارده كتاب وزاره التربيه والتعليم محدش بيفتحه، لان هو عايز دروس خصوصيه. النهارده كنت فين يا ولد؟ في الدرس. تاخرت ليه يا بنت؟ في الدرس. لا مش طيب. المدرس النهارده اسمعني يا استاذ محمد عسل، بعد اذن حضرتك رجع بس تاني. اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ايوه يا فندم اتفضل. انا ليا تعليق طبعا بالنسبه لاولياء الامور. اتفضل. بالنسبه في عندنا مدارس طبعا مديرين المدارس ما بيعرفوش يديروا المدارس صح، دي نمره واحد. تمام. المفروض في مجلس اباء او مجلس ابناء داخل كل مدرسه. حضرتك منين يا استاذ محمد؟ نعم؟ حضرتك منين؟ المنطقه بتاعت حضرتك فين؟ انا منطقه السبع ابن بيتك. عندنا مشكله كان مع مدير المدرسه. كان عامل تجاوزات كتيره. تمام. وصعدنا الموضوع لوكيل اول وزاره التربيه والتعليم محافظه الجيزه، وكان طبعا عامل كميه التجاوزات دي. طلبنا منه منهم تقوم لجنه مشكله. اهم حاجه النواحي التعليميه جوه المدارس نفسها بيبقى فيها مشكله، في قصور من متابعه مجلس الامنه ومن الاداره التعليميه نفسها ما لهمش رقابه. دي مشكله. المشكله النواحي الصحيه، التامين الصحي المفروض يكون مفعل داخل المدارس. انا بحس ان الطالب نفسه ما فيش رعايه صحيه كافيه ليهم. يعني انا عندي مدرسه وطلبنا وحده صحيه جنبي منها. انا هسال حضرتك يا استاذ محمد سؤال، المدرسه اللي عند حضرتك فيها زائره صحيه؟ موجود؟ لا ما فيهاش زائره صحيه. ما فيش زائره صحيه. عند حضرتك مشاكل ثانيه عايز تقولها يا فندم؟ اه طبعا طبعا، انا عندي مشاكل كتير جدا بالنسبه. طب سريعا بعد اذنك. نعم؟ سريعا كده ناخد عنها فكره، اتفضل. مشكله والله في مشاكل كتير جدا، مش حاضر في ذهني حاجه معينه، بس هو طبعا حاضر معايا المشكله بتاعت المدرسه ومدير المدرسه اللي عمل تجاوزات كتير جدا. تمام. وكان بيعاقب الطلاب جوه المدارس في الحوش وبيجبرهم على دروس، عشان ما بيخش دروس خصوصيه. عشان ما بيخش درس. طبعا لو حد من وزاره التربيه والتعليم نقدر نتكلم معاه. للاسف انا ما عنديش مداخلات دلوقتي من الوزاره ولا حتى من المديريه او من الاداره التعليميه للمدينه. فاشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد، نورت برنامج مصر وناسها يا فندم. وطبعا التربيه والتعليم مليانه قصور وقصور وقصور. من ايه؟ من ايه؟ من الدروس الخصوصيه. النهارده الطالب بيدفع 2000 جنيه في الشهر. طيب بيدفع 2000 جنيه في الشهر، احنا النهارده لما ناخد من كل طالب 100 جنيه في الشهر. اولا برضو احنا تعلمنا ما كانش على ايامنا دروس وهنبني مدارس وهندي المدرس 6000 جنيه. النهارده المفروض احنا ندي المدرس اكبر راتب. لاني على اساس بص يا فندم، ما هي الدروس الخصوصيه احنا بندفع فلوسنا اصلا، احنا مش مسامحين فيها، فانا بعتبرها اصلا ما احنا عاوزين نعمل قانون ينفع حضرتك. منعت الدروس حضرتك يعني خليت المرتب بتاعه اعلى او ما خليتوش اعلى، فهو برضه في قانون هيدي دروس خصوصيه. لا في قانون، لا في قانون، في قانون. هي احنا محتاجين ردع بقى، احنا محتاجين ردع، يعني في يبقى في مراقبه، في نمنع فعلا الدروس في المدارس خالص. النهارده انا احيي محافظ قنا، احيي محافظ قنا، ده اللي هو من الجيش، عمل ايه؟ خلى عندنا اولى ثانوي وثاني ثانوي عسكريه. احنا معانا فيديو يا استاذه رانيا. النهارده الراجل ده الراجل ده النهارده دلوقتي. الطالب اللي بيغلط بيزحف على بطنه. طيب احنا ولبس عسكري كله، هنفعل المدارس كلها بكده، انا عاوز نفعل المدارس كلها عسكريه. احنا معانا فيديو لسياده النيابه، هنطلع نشوفه ونرجع لكم تاني.
رجعنا لكم مشاهدي مصر وناسها، وهنكمل جميل. حوارنا عن الشباب ومشاكل الله. الشباب وهنطرح حلول لمشاكلهم. خلاص انا هكتفي بهذا القدر من المشاكل في التربية والتعليم. هي ملخص التربية والتعليم حاجة صغيرة جدا، تأهيل المعلم وتوفير الموارد. غير كده التربية والتعليم حالها مش هينصلح. تمام، نرجع بقى نكمل حوارنا عن الشباب. الشباب في مرحلة المراهقة كتير بيعدي بمراحل اكتئاب، هو مش بيبقى عارف هو عايز ايه. تقليد شبابنا بالذات المجتمع المصري للغرب بيبقى تقليد أعمى، هو بيقلد مثلا البناطيل المقطعة، قصات الشعر المعينة، لكن احنا مش بنقلدهم في حاجات مفيدة زي الثقافة اللي موجودة. زي يعني احنا بنسمع حناك مخترعين كتير جدا في مراحل الشباب مش متوفر عندنا. في القصور اللي عندنا اللي ممكن نكملها علشان نبقى زي غيرنا، مش بس في التقليد اللي مش عايزه اقول التافه، ولكن في جميع التقليدات. اقول لحضرتك حاجه، الحرب العسكريه انتهت من سنوات طويله. الحرب اللي حاصله تمام هي الحرب النفسيه او حرب التكنولوجيا للتاثير على الشباب. الشباب هم عماد اي امه، هم اللي بيقوموا اي شعب وهم اللي بيقوموا اي امه. الشباب دلوقتي افتقد القدوه. كل الرموز المصريه اصبحت في نظر الشباب خونه. لما انا بتكلم عن كل الزعماء السابقين، لما اتكلم عن واحد زي مصطفى كامل او سعد زغلول او محمد طلعت حرب اللي بنى 38 شركه مساهمه مصريه في عز الاحتلال، في عز الاحتلال، وطلع للناس دي ما يقال عنهم انهم خاينين. رؤساء مصر طلعوا خاينين، الملك طلع خاين، كله طلع اصبحهم خونه دايما رموزنا. تمام، فبالتالي افتقدنا القدوه. زمان بيقولوا لك اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، واحنا عندنا الناس كبار وبندمرهم، بندمرهم عشان بنفقد مجتمعنا القدوه. الجميع بقى دلوقتي، يعني انا مش عايز ارجع للتربيه والتعليم تاني، ولكن التربيه والتعليم لما يحط له معلش يعني لاعب كوره، لاعب كوره في المنهج ماشي، في حين ان احنا عندنا علماء مش موجودين. بص يا فندم، ولو لعيب كوره وشخصيه مميزه وقادر يقدم حاجه لبلده، اهلا وسهلا بيه، انا بقدم نموذج كويس. طب انا اقدم له عالم يا فندم، ليه انا دايما ابني عايز يطلع لعيب كوره عشان شايف ده هو بتبقى الماديات هي الاساس في التعامل؟ ليه اخلي الماديات هي الاساس حتى في التربيه؟ بص يا فندم، انا لازم اقدم كل النماذج الايجابيه في المجتمع، سواء لعيبه كوره، سواء فنانين، سواء علماء، سواء قامات داخل مصر. هو احنا لو رجعنا للقامات، ما احنا هنقول ان محمد عبد الوهاب كان قامه في مصر. طب معلش، لما اجيب شاب في مرحله المراهقه واساله عن مصطفى مشرف، لما اساله عن سميره موسى، تفتكر حضرتك هيجاوب عليا؟ هيرد عليا؟ طب وده قصور في ايه؟ ده قصور في دور البيت قبل ما يكون. معلش يا فندم، انا لا القي باللوم الكامل على التربيه والتعليم. البيت اللي خارج منه فين؟ معلش، احنا والدين على فكره ما كانوش متعلمين، ومع ذلك احنا كان عندنا معلومات كتير جدا عن شباب هذه الايام. طب انا معايا مداخله بعد اذنك، معايا محمد عبد الله، معايا عبد الله من البحيره. اتفضل يا استاذ عبد الله. ازيك يا استاذ هنا؟ الحمد لله يا فندم، تسلم، منوره البرنامج، ربنا يبارك في حضرتك، الف شكر. معلش بس يعني عشان اتصلت كتير من بدري ومش عارف اوصل لحضرتك، يعني بس يا ريت يعني ما تتصلوش لحضرتك يا فندم، يا ريت بس ما تتصلوش عشان اقول كلمتين بس. لسياده النائب كل احترام وكل تقدير، لكن حضرتك مين اللي علم حضرتك؟ المعلم ولا مين؟ نعم المعلم. ايوه نعم، مين العالم الاستاذ هنا؟ معلم ولا مين؟ بس النهارده مفيش معلم يا استاذ محمد، يا استاذ عبد الله. انا اتعلمت من البيت واتعلمت من المعلم، مفيش حاجه بتغني عن حاجه، الاثنين لازم يكونوا مجتمعين مع بعض. فاهم، النهارده مفيش معلم في المدرسه، المعلم كان ايامنا احنا زمان. طيب نسمع استاذ عبد الله. اتفضل يا استاذ عبد الله، اتفضل. ماشي، مين العالم الوزير؟ مين العالم الرئيس؟ مين العالم الغفير؟ مين العالم الوزير؟ طب انا عايز اوصل لفكره حضرتك، عايز توصل لايه يا فندم؟ ماشي، يعني يا سيدتي الفاضلة، المعلم في الدول البرة والدول المتقدمة أعلى راتب وأحسن معاملة هو المعلم. احنا هنا في مصر هنا المعلم بياخد كام بالله عليكي؟ مدير مدرسة لما يطلع على المعاش بياخد معاش كام بالله عليكي؟ بالله عليكي بياخد كام؟ أنا عارفة إنه بياخد مبالغ ضئيلة، يعني يا سيدتي الفاضلة أنا عارفة بتبقى يعني مبالغ ضئيلة، لا تغني ولا تسمي من جوه. كلمه لا بعد إذنك، يعني هو المعلم هو اللي علم كل، بصي اي واحد موجود في وظيفه مين اللي علمه اصلا معلم. صح ولا لا؟ مهما هتقولي ان في بعض القصور، في بعض القصور، هتقولي ان في بعض المعلمين كذا، في اصابعك مش زي بعضها، ومعلش احنا مش ملائكه، صح ولا لا؟ مش انبياء معصومين من الخطا، صح؟ فالمفروض
المفروض. بس احنا على ايامنا يا فندم كان في برضه بعض القصور، والمدرس والمعلم والمدير وكله برضه كان بيقبض مرتبات ضئيله، ومع ذلك احنا ما كناش مش عناف، ما كانش عندنا حالات نفسيه، ما كناش معقدين. ما كنتش حضرتك تلاقي تلميذ بيعلي صوته على مدرسه، ما كنتش حضرتك بتلاقي طالب بيضرب زميله. دلوقتي بيقتلوا بعض وبيذبحوا بعض قدام المدارس يا فندم، هي دي المشكله. التقصير مش بس من المعلم، التقصير من المجتمع ككل. اشكر حضرتك على الاتصال يا استاذ عبد الله، شكرا جزيلا على اتصالك يا فندم. احنا فهمنا حضرتك عايز تقول ايه، شكرا جزيلا يا فندم. طيب احنا المراحل الشباب مراحل فيها مشاكل كتير جدا، انا عايزه اضع حلول. مش هتكلم على المشاكل اللي احنا اتكلمنا عن المشاكل، مش هنخلص صراحه. اضع حلول بقى للمشاكل عموما. لما اتكلم عن دور الازهر، فين دور الازهر حضرتك؟ دور الازهر لازم هيكون من خلال ندوات، من خلال احتفاليات. دلوقتي يا فندم هو الموضوع مش دور الازهر بمنأى عن باقي مؤسسات الدوله، الموضوع لازم يكون مربوط بباقي مؤسسات الدولة، المجتمع المدني، الأحزاب، المجتمع المدني والأحزاب اللي هم المفروض بيمثلوا الشباب وبيمثلوا الدولة. المفروض الجهات دي كلها تجتمع على شيء معين، إن هو صلاح المجتمع. لو صلح المجتمع مرحلة بناء الإنسان، أنا عشان أبني بلد لازم أبني البشر الأول، أبني البني أدمين اللي فيها. البني أدمين اللي فيها محتاجين كتير قوي عشان تقوم، محتاجين إن احنا نعيد القدوة، نعيد القدوة. هقول لحضرتك حاجة من خلال مسلسلات التلفزيون في الثمانينات وما قبل ذلك، كان بيتم عرض مسلسلات بالنماذج الإيجابية في المجتمع. بالظبط. إن أنا أعرض نماذج. ده دور الإعلام بقى، لما هنا أتكلم عن دور الإعلام. النماذج السيئة، ما هي برضو لازم هتطلع برضو نماذج سيئة من الطلبة ومن الشباب. طبعًا. بدون ذكر اسماء او بدون التلميح لحد بعينه، تمام؟ دلوقتي حضرتك المسلسلات او الافلام او القيم اللي بتقدم من خلال الاعلام قيم هدامه، قيم بتقتل المجتمع، قيم ما بتقدمش حاجه للبلد. انا لما اشوف سيره بلطجي، ايه الفايده اللي هتعود على المجتمع؟ ايه الفايده اللي هتعود على المجتمع؟ الموضوع بيسوء. معلش استاذن حضرتك دلوقتي كان بعض الافلام يا فندم كان دايما بيجيبوا لك نهايه المجرم انه بيقتل. دلوقتي نهايه المجرم في الافلام اللي بتقدم دلوقتي بيطلع نهايه براعة. المجرم انه بيطلع براءه، ان هو بيعيش حياته في على مرأة ومسمع. أيوة. من أيوة. الناس. نعم. النهارده احنا عندنا نحل طيب كلام السيد المستشار. معانا فاصل، هنطلع ونرجع تاني، انتظرونا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بداية الغيث قطرة، وبداية الألف ميل خطوة، وبداية الشجرة بذرة، وبداية مصر الوطن للتنمية فكرة، ألا وهي الخدمة المجتمعية في إطار مؤسسي موسع ومستقل عن أي تيار سياسي أو مذهبي. مؤسسة مصر الوطن للتنمية صرح ولد عملاقا بسواعد وعقول نخبة من خيرة أبناء مصر في جميع التخصصات، على قلب رجل واحد تجمعوا، قلوبهم عامرة بالعطاء ونفوسهم طواقة إلى رفعة بلدهم وعلو شأنها. أناس جعلوا دستور حياتهم هو العمل وخدمة الإنسانية، واضعين أمام أعينهم مصلحة بلدهم ومستقبل أبنائهم، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يسدد الخطى ويوحد الصف. مؤسسة مصر الوطن للتنمية تهدف إلى تطوير التعليم والارتقاء بمستوى المعلم والطالب، وإحياء القيم الإنسانية والأنشطة المختلفة، ومتابعة وتعزيز المتفوقين، الاهتمام بالصحة والتأمين الصحي وتطوير المستشفيات الحكومية، تطوير منظومة المرور والعمل على الحد من حوادث الطرق، القضاء على ظاهرة أولاد الشوارع وتحويلهم إلى طاقات إيجابية بناءة، الاهتمام بالعلاقات الخارجية والصداقة بين الشعوب، المساعدة في إيجاد وظائف لقطاع كبير من الشباب وتوفير فرص عمل لهم بالتعاون مع الكثير من رجال الأعمال الشرفاء. هكذا بدأنا،
وبكم نستمر آملين في مد أيديكم لنا بكل العون والمساعدة لنرتقي بوطننا الغالي مصر، رافعين أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يوفقنا ويعيننا على تحمل تلك المسؤولية، فهو نعم المولى ونعم النصير. رجعنا لكم مشاهدينا، مشاهدي مصر وناسها. في وسط كل ما يحدث من مشاكل، وفي وسط اللي المشاكل الصاخبة اللي بنعيشها والمشاكل اللي بيعيشها الشباب، إلا إن دايما هنلاقي في كل مرحلة كده ومض الضوء، عايزة أقول أمل، نجاح وطموح. معانا طبعا شباب كانوا عاملين، يمكن احنا بنستكمل طبعا تكريمهم من الحلقه اللي فاتت، شباب عاملين ابحاث عن رؤيه مصر 2030. شباب بجد هم سنهم صغير، ولكن الابحاث الطريقه اللي اتكتبت بيها ما ينفعش اقول عليهم صغيرين، هم ما ينفعش يعني مش اقل من كتير من علماء بجد. الابحاث اللي عاملينها تنفع بجد رسائل ماجستير ودكتوراه كمان. هنتعرف عليهم معانا النهاردة في فقرتنا. اسم حضرتك؟ أميرة عبد الشافي. أميرة، أهلا وسهلا يا أميرة، نورت برنامج مصر ونزهة. اسم حضرتك؟ بلال صلاح. بلال صلاح، أهلا وسهلا يا بلال. معانا حمزة طارق. حمزة، ازيك يا حمزة؟ الحمد لله، منورين برنامج مصر ونزهة. الأبحاث اللي انت عاملينها بتتكلم عن رؤية مصر 2030، لما اجي اتكلم عن بحث كل واحد، ايه اللي خلاك تعمل الفكره مصر او رؤيه مصر 2030 بالذات، ما عملش حاجه تانية ليه؟ اتفضلي يا اميره. هو احنا مثلا عندنا اتفضل المايك. المدرسه طبعا اي مثلا مسابقه او حاجه فهم بيذيعوا عنها، فكانت المسؤوله عن مسابقه البحث ديك الاخصائيه الاجتماعيه الموجوده عندنا اسمها استاذه صفاء غمري، فهي عرضت الفكره واللي حاب يشترك اشترك، واحنا كنا من ضمنهم يعني، وبس وكل واحد قام بالبحث. بتتكلموا عن ايه استاذ بلال؟ بتتكلم عن ايه في رؤيه مصر 2030؟ الحاجات الايجابيه اللي حصلت واللي هتحصل في رؤيه في سنه 2030. انتوا في سنه كام؟ ثانيه ثانوي. ثانوي، كلكم في ثانيه ثانوي. تمام. استاذ حمزه، لما اجي اتكلم انت عايز تشوف مصر 2030 شكلها ازاي؟ طبعا احنا لازم نهتم بالاقتصاد، واساس الاقتصاد طبعا اللي هو الصناعه، فاحنا في مصر ما في تقريبا ما فيش صناعه، كل حاجه بنستوردها. احنا يعني من بدايه الحلقه واحنا بنتكلم عن مشاكل الشباب والمشاكل اللي بيمروا بها الشباب، انتوا عايز اتكلم سريعا كده، انتوا المشاكل اللي بتواجهوها ايه او الصعوبات اللي بتلاقوها عندكم؟ اللي هو تطوير التعليم. يعني انتوا برضو بتشتكوا من نفس المشكله. يعني احنا مثلا لو التعليم اتطور هيبقى عندنا فرصه احسن ان احنا نعمل حاجه احسن او نخلي البلد في مكان احسن من حاجه زي ايه؟ عايزه تعملي ايه ومش لاقيه الفرصه اللي تعمليها؟ يعني مثلا احنا في مدرستنا عشان احنا تعليم فني، فاحنا عندنا مثلا الورش اللي احنا فيها محتاجه تطور اكتر، احنا مثلا ما عندناش امكانيات تساعدنا ان احنا اصلا نطور فيها. فاحنا بالتالي ايه مثلا الامكانيات الموجوده عندنا قليله جدا، فديك اللي احنا بنشتغل عليها، ما بنقدرش نطور. يعني احنا مثلا عايزين حاجات تاني عشان خاطر نقدر نطور ونبقى في مكان احسن. وطبعا احنا شايفين احنا مثلا كل ما التعليم هيتطور دوك، يعني شايفين ان هو اول حاجه تقدر تتطور اصلا في البلد، لان لو التعليم خاصه التعليم الفني، التعليم الفني ده يعتبر من الحاجات الكويسه اللي عندنا في المجتمع، لكن مش بنهتم بيها، لان التعليم الفني ده يعني انتوا اساس التكنولوجيا في البلد، صح كده؟ يعني احنا لو اهتمينا بيكم احنا نبقى دوله منتجه اصلا. بالظبط كده. لما اتكلم يا بلال، صح، لما اتكلم برضو عن المشاكل اللي ممكن تواجهكم في الحياه عموما، زي ايه؟ بطك يعني انا شايف ان يعني عامه المدرسه هي المشاكل يعني اللي بتواجهنا، المدرسه هي نقص في الخامات والشغل برضو نفس. انتوا محتاجين ان يبقى عندكم معامل متطوره عن اللي موجوده. تمام. استاذ حمزه، انا برضو هسالك تاني، نفسك بعد ما تتخرج تبقى ايه؟ ان شاء الله اكون مهندس. مهندس. نفسك ايه القدوه اللي انت عايز تبقى زيها؟ القدوه انا الصراحه انا ما بحبش اخد اي حد قدوه، انا ممكن اتعلم منه. احنا عندنا ناس جميله جدا والله، علماء كتير جدا. أيوة. احنا عندنا زويل وعندنا سميره وعندنا ناس كتير جدا. ايوه انا ممكن اتعلم منه، بس انا امشي باسلوبي. انت بتشجع عموما الثقافه العربيه ولا الثقافه الغربيه؟ انتوا بتقروا في ايه اكتر؟ مش معقوله ما تكونوش ولا ما تقروش بقى ثقافتنا العربيه؟ بتقروش معقوله الثقافه بتاعتنا؟ الثقافه العربيه. الثقافه الحلوه. الثقافه العربيه. ايوه. الفكره دلوقتي ان الدول اللي هي الغربيه هي متقدمه
تمام. ارجع بس معلش بدون قطع كلامك، ان معنى كده انكم ما بتقروش خالص في فيما يخص الثقافه العربيه؟ هو الفكره ان احنا عشان عندنا في يعني اكتر وقتنا كله دلوقتي في المدرسه، فاحنا مش بنقرا اصلا كتير، يعني قليل جدا ما بنقرا. تمام. بس انتوا كتعليم فني وكصناعه وناس عايزه ترقى بالبلد، لازم تعرفوا ان اساس ان انتوا تطلعوا او تكبروا او تكبروا بلدكم انكم يكونوا عندكم اطلاع على الثقافه العربيه الاول. القدوه لازم تكون موجوده، مفيش حاجه اسمها انا ماليش قدوه. لازم يكون لك قدوه، والدك عندنا والدتك، قدوة إسلامية، عندنا قدوة في الدين، سواء كنا مسلمين أو كنا مسلمين، عندنا رؤساء، كل واحد ليه فنانين، لازم يكون لك قدوة. كون شخصيتك زي ما تحب، احنا عاوزين، لكن لازم يكون لك أسس تمشي عليها. من بعد إذن سيادة المستشار، فضل. عايزين نقول حاجة، عايزين ننشأ للشباب مكتب، مش في المحافظة، في كل مركز مكتب للشباب، وليس من وزارة الشباب. لا، يعمل ايه المكتب ده فني؟ المكتب ده اي يوعي الناس دي، يوعي الشباب، يعني واحد عنده مشكله في كذا كذا يروح للمكتب ده، يكون فيه تبع رئيس الجمهوريه، موظف تبع رئيس رئاسه الجمهوريه. ما انا لما اجي اتكلم بقى وليس من وزاره الشباب، انا ما وزاره الشباب ده انا لا، النهارده عايزين مكتب يروح كل شاب يروح للمكتب ده يشوف دلوقتي الشباب بتروح تقدم على الزواج وهي مش قد المسؤوليه، مش قادره تتحمل المسؤوليه، بدليل ان المحاكم المصريه مليئه بقضايا الخلع والطلاق. مين ايه؟ ما انا عايزه اتكلم في كده. هل احنا القصور في التربيه، قصور عموما في كل حاجه، ولا هو الشاب احنا مرفهين وبالعكس ما فيش قصور، ده هي زياده رفاهيه؟ لا يا فندم، القصور في بعض القوانين التي تم استحداثها، التي تم استحداثها وخلت بعض النماذج تكون امرها بايدها. في قوانين كتير جدا تم استحداثها في القانون المصري، تمام، القوانين قد تضر الأسرة المصرية. لما اجي اتكلم عن الاحزاب وحضرتك، ده اللي سيادة النائب قاله، ان انت تعملي مكاتب، ده لازم يكون من خلال المجتمع المدني، من خلال الاحزاب. بس احنا مؤخرا كان سمعنا عن تعيينات النواب المحافظين من الشباب. دي النظره الايجابيه، دي الحاجه الايجابيه اللي بدات بالفعل. هل فعلا الشباب ابتدوا يوصلوا لمناصب قياديه ولا لا لسه بدري على ان هم يتقلدوا مناصب؟ لا لسه. لا يا فندم، مع احترامي طبعا لكلام سياده النائب، لكن دلوقتي حضرتك في رؤساء اجهزه مدن سنهم لا يتجاوز 36 سنه. لو دول مش شباب، لو دول مش نماذج ايجابيه موجوده. نواب المحافظين سنهم من 30 ل 35 سنه، بس برضه هنلاقي في 13 واحد من نواب المحافظين الذي تم تعيينهم في الفتره الاخيره كلهم سنهم اقل من 35 سنه. النهارده سياده المستشار، فين الاحزاب اللي شغاله؟ ما انا بتكلم، هل الشباب بتجد دور في الاحزاب المصريه عموما ولا لا؟ لسه لو الشباب وجد الدور كانت انضمت ليها. لو الشباب لقت دور للاحزاب كانت انضمت للاحزاب. هل الاحزاب بتضحك على الشباب؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان النهارده انا الشباب مثلا، انا لو كنت عندي 30 سنه، 40 سنه، 26 سنه، تعالى انا هنزلك، هجيبك في مجلس الشعب، هجيبك في مجلس الامه، هجيبك كذا، تعالى بقى يطلع ياخدوه بقى، ادفع بقى، ادفع ادفع ادفع، ونروح ناكل على حساب الشباب كفته وكلام. لا، هو فين الشباب اللي قادر؟ انا مش بشوف اولا، لا ما هو ولا في مجلس النواب يا فندم في شباب الا نادرا، مش كتير. لا معلش، مش كتير، ما فيش شباب، مش في نسبه موجوده، لا في والله نسبه ضئيله، بس مش لاقي الفرصه بتاعته، مش لاقي الفرصه. احنا عندنا قيادات شبابيه كتير جدا، عندنا شباب عنده قدوه يقدر يوصل بالبلد دي لاحسن مكان. هو يا فندم تنظيم يا استاذه هنا، ولكن ايه بقى يا استاذه هنا، يا استاذه ولكن ما فيش في تقصير من المسؤولين، في تقصير من المسؤولين النهارده. دايما زي ما سياده النائب بيقول ان الظاهرين على السطح اصحاب الماديات. في حلقه مفقوده ما بين الدوله والمواطن، ما بين الدوله والشباب. الشباب لازم، لو فقد الامل لانهارت البلد. الشباب لازم نحيي جواهم الامل. النهارده بنقول ايه احنا؟ لازم نحيي جوا شباب مصر الامل. هنا بقى انا عايزه حضرتك يبقى في مناشده لجميع الاحزاب في مصر، ان مش لازم اجيب واحد عنده 50 و60 و70 سنه عشان اوليه منصب قياده في الحزب. ليه ما اوليش شاب صغير في السن؟ هقول لحضرتك، هقول لحضرتك، هقول لحضرتك من الاراده ان هو يوصل الأحزاب للبلد دي. الاحزاب ما بتضم، بالعكس الاحزاب فيها شباب كتير جدا، تمام، لكن المهم الحزب يقدر يقدم شيء يقنع بيه الشاب دون ازاي تخدم بلدك، ازاي تقدم شيء لبلدك. لكن انا دلوقتي كحزب انا ما بجيبش مناصب قياديه جوه الحزب 50 و60 سنه. الخبره مطلوبه، لكن لازم دمج الخبره بعنصريه الشباب. عايزين الشباب يحب مصر. يحب مصر ازاي؟ بتوعيه من المكاتب اللي انا قلت عليها، في كل مركز
وكل يعني مش هقول في كل محلقة كل مكان دعوة برضو للأحزاب النهاردة 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 كل واحد بيقول نفسي نفسي دعوة حضرتك برضو ويعملوا مكاتب أنا أيوة. مش حكايات مكاتب وخلاص لأن ممكن الأزهر نفسه يعمل مكاتب للتوعية وتدار من رئاسة الجمهورية احنا وليس من وزارة الشباب والرياضة من خلال البرنامج من خلال البرنامج احنا بنناشد القيادة السياسية في مصر بعودة بعودة التربية الوطنية والتربية الدينية كمواد أساسية تضاف إلى المجموع وليست مواد رسوب ونجاح فقط مواد أساسية تضاف إلى المجموع يحاسب عليها يحاسب عليها الطالب عشان يعرف دينه عشان يعرف حق بلده عليه النهاردة بنقول لهم أنا بوجه يعني رسالة ليهم هم النهاردة كل واحد يقول نفسه خذوا المناصب خذوا المناصب والمكاسب وسيبوا للوطن فلن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن والنهاردة اللي بياخد حاجة من مصر مصر عظيمة اللي بياخد حاجة في مصر فيها حاجة لله أي مسؤول بياخد حاجة في مصر بيفتضح على العالم بيتحبس ويتفضح والرئيس عارف الرئيس أذكى رئيس في العالم أذكى رئيس على مستوى العالم بيعمل حاجات الشباب عاوزين نوعي الشباب عندنا إعلام النهاردة فاسد يا أستاذة هنا عندنا الإعلام النهاردة عندنا شائعات قنبلة تضرب لو بومبا ضربت ولا طيب قنبلة في مصر قنبلة في مصر ايه لا النهاردة لا النهاردة احنا الإشاعات بتأخرنا 40 سنة لورا بتقدم شهادات تقدير للطلاب لفوز أبحاثهم رؤية مصر 2030 في المؤسسة بالتوفيق أستاذ بلال تفضل بالتوفيق حمزة طارق تفضل ألف مبروك بنتنا العزيزة أمير عبد الشافي أنتم يعني أنتم براعي مصر حبوا مصر حبوها حبوا مصر احنا الباقيين مصر شوف لا مسؤول ولا رئيس مصر اللي هي باقية مشاهدينا مشاهدي مصر وناسها انتهت حلقتنا النهاردة انتظرونا في حلقة جديدة من مصر وناسها